يعيشون في فيلات في أغلى أحياء برلين، ويقودون سيارات البورش والفيراري الفارهة في شوارع الشانزليزيه الفرنسية والرامبلا الإسبانية. الشرطة أمامهم كالذباب، والقضاة والصحفيون أعداء، يجب إسكاتهم إما بالرصاص أو المال. يسيطرون على موانئ بلجيكا وهولندا، ويهددون ملوك وأمراء أوروبا. ليسوا مافيا كامورا الإيطالية ولا ياكوزا اليابانية. نحدثكم هنا عن مافيا العشائر العربية وتنظيمات المافيا المغربية، الذين يصولون ويجولون في عواصم أوروبا كأنهم بناة هذا البلد من الصفر. هم أصحابه وهم ملوكه، ولا يكسر هذه القاعدة إلا الموت أو السجن. إليكم حكايتهم من الأرياف ومراكز اللجوء والهجرة إلى التربع على عرش المافيا في العالم. شهدت الولايات المتحدة نصيبها العادل من مجموعات الجريمة الأجنبية، من الأيرلنديين إلى اليهود والإيطاليين إلى الصينيين والمكسيكيين. كل مجموعة نهضت وتركت بصماتها. وفي الوقت الحالي فإن الدور جاء على أوروبا التي تشهد ذات الحالة الأمريكية، مع تزايد هيمنة الجماعات الإجرامية ذات الجذور الإفريقية والشرق أوسطية. وفقا لمؤشر الجريمة المنظمة العالمية لعام 2021 الصادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حصلت ألمانيا على درجة 5 في مؤشر المجموعات على غرار المافيا، وهي واحدة من أعلى المعدلات في دول أوروبا الغربية وأعلى من المتوسط العالمي البالغ 3.89. يتم ارتكاب هذه الجرائم من قبل شبكات عائلية تعرف باسم المجموعات العشائرية، وهي مجموعات هياكلها متماسكة وقائمة على الروابط العائلية، وتعرف بسلوكها العدواني تجاه الشرطة وأجهزة الدولة الأخرى. تنتمي العصابات في ألمانيا إلى ثقافات عرقية تتألف من عائلات كبيرة، إضافة إلى العائلات العربية والتركية. تشمل هذه الهياكل أيضاً المافيا الإيطالية ومجموعات من غرب البلقان أو من أصل روسي أوراسي. وعلى الرغم من أن مصطلح العشائر هو السائد في ألمانيا والذي عادة يرمز إلى العائلات العربية، إلا أنه يشير بشكل أساسي إلى الخلفية المهاجرة للمجموعات وليس إلى جنسيتهم. وصلت هذه العائلات إلى ألمانيا من خلال تدفقات الهجرة التي امتدت من السبعينات وحتى التسعينات. معظم الذين جاءوا كانوا عرباً أو كرداً ناطقين باللغة العربية، فروا من الحرب الأهلية اللبنانية، إضافة إلى عائلات من فلسطين والمغرب وتركيا. لم تلقى هذه العائلات ترحيباً حراً في بلاد اللجوء، فعاشوا ضمن هياكل عائلية كبيرة ومتماسكة. وبسبب العزلة الغربية التي فرضت عليهم، قرر العديد منهم التوجه إلى الأعمال غير المشروعة. تظهر أحدث الأرقام أن العشائر في ألمانيا يرتكبون جريمة كل 8 ساعات، تتراوح جرائمهم بين القتل والمخالفات المرورية. وفي تقرير يعود إلى عام 2019 أشار إلى أن جرائم العشائر تشكل 7.8% من إجمالي الجريمة المنظمة التي تشهدها البلاد. ترفض هذه العائلات وجود القانون الألماني بالكامل، ويقومون بحل مشاكلهم بالمال فيما بينهم خارج المحاكم، حتى أن المحاكم التي تقام ضد أفراد من هذه العشائر غالبا ما تنهار بعد فترة قصيرة بسبب تراجع الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم نظرا للتهديدات التي تصلهم. عصابات برلين. في برلين وحدها تقدر السلطات الألمانية أنها تخضع لنفوذ نحو 20 عائلة من العشائر، 8 منها على أقل تقدير لديها نشاطات كبرى. أشهر هذه العائلات عشيرة ريمو. قبل نحو 20 عاماً كان الأب الروحي لعشيرة ريمو يتجول بسيارته، فأوقفته سيارة شرطة، وما هي إلا لحظات حتى تجمع أفراد العشيرة حول سيارة الشرطة التي اضطرت لاستدعاء التعزيزات.
ويقال أن الأب الروحي للعصابة قال للضابط مهددا إياه: احذر فسوف أمارس الجنس معك ومع رئيسك، كنوع من التهديد. يتداول أعضاء هذه العشيرة هذه القصة لإبراز قوتهم ومدى شجاعتهم في مواجهة الشرطة والأمن. في 16 من مايو لعام 2023 حكم على 5 شبان ألمان بالسجن لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات، ذلك لتورطهم في عملية سطو على متحف غرونيس جيولبي في دريسدن. قدرت قيمة الماس والمجوهرات التي سرقوها ب 116 مليون يورو. الرجال الخمسة الذين سرقوا المتحف كانوا جميعهم إخوة وأبناء عمومة، وهم أعضاء في عشيرة ريمو المكونة من 13 عائلة. هاجرت أجزاء من العائلة إلى برلين قادمة من لبنان في الثمانينيات. تشير التقديرات إلى أن حوالي 1000 عضو من عشيرة ريمو يعيشون في برلين. حوالي 60% منهم مشتبه بهم في محاكمة جنائية. في عام 2020 أدين الشقيقان وسام وأحمد ريمو وحكم عليهم بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف لتورطهم في عملية السطو على متحف بودا في برلين، ذلك بعد أن اتهما بسرقة عملة ذهبية بقيمة 3,750,000 يورو من المتحف. عشيرة زين وميري. الزين عائلة إجرامية عربية لبنانية مقرها أوروبا، يبلغ عددهم حوالي 300 عضو في ألمانيا، وينتشر أعضاء العائلة أيضا في السويد والدنمارك وهولندا وتركيا. يمارس أفراد العشيرة نشاطات غير مشروعة عدة، مثل تهريب الممنوعات والسطو المسلح وتهريب الأسلحة والاحتيال. وبالنسبة لعشيرة ميري، هي أيضا عائلة ذات أصل لبناني يقودها حاليا إبراهيم وهيثم ميري. تتكون العشيرة من نحو 30 عائلة ممتدة وصلت إلى ألمانيا في الثمانينيات كلاجئين من لبنان، وهم بارزون بشكل خاص في بريمن، حيث يبلغ عددهم حوالي 3,600 عضو. تجني العائلة في هذه المدينة فقط ما يقرب من 50 مليون يورو سنويا. وفي ألمانيا إجمالا يفترض الخبراء أن هناك أكثر من 10,000 عضو. وتنشط العشيرة أيضا في تركيا والسويد. تقوم هذه العائلة بزيجات بين العوائل القوية الأخرى للحفاظ على توازن القوى في العائلة. عشيرة أبو شاكر. هناك ما لا يقل عن 300 فرد من عشيرة أبو شاكر يعيشون بشكل رئيسي في برلين، والعديد منهم ينشطون في الجريمة المنظمة، وهي عائلة ذات أصول فلسطينية فرت من لبنان إلى ألمانيا في السبعينيات. يقود العشيرة ناصر أبو شاكر، وبحسب الشرطة الألمانية فإن العشيرة لها تنظيم مماثل للمافيا العالمية. ماكرومافيا. واحدة من أكثر المنظمات المهيمنة على تجارة الممنوعات الأوروبية، تتكون معظمها من مواطنين بلجيكيين وهولنديين من أصول مغربية مهاجرة. تتمتع هذه الشبكات الإجرامية بعلاقات مميزة مع العصابات الكولومبية والمكسيكية. بدأت المافيا المغربية تحظى باهتمام كبير في وسائل الإعلام الهولندية والبلجيكية عندما قامت منظمة السلحفاة بسرقة شحنة كبيرة من الممنوعات في ميناء أنتويرب في عام 2012، فاندلعت حرب شوارع بين العصابات التابعة للمنظمات الإجرامية. في وقت لاحق برز اسم رضوان تاغي، وأصبح معروفا باعتباره الشخصية الأبرز داخل المافيا المغربية، والذي كان له حصة كبيرة في تجارة الممنوعات الأوروبية. جاءت هذه المجموعة في موجات كبيرة من منطقة الريف المغربية إلى أوروبا، وهي واحدة من المناطق الفقيرة والمعزولة في المغرب. ظلت هذه المنطقة الجبلية دائما خارجة عن السيطرة إلى حد ما، لتتحول قوتها العاملة إلى طرق مختلفة للتجارة والأعمال، سواء كانت قانونية أم غير قانونية. وخلال التسعينيات اتصل المغاربة مع تجار الممنوعات في أمريكا الجنوبية،
وبدأوا تشغيل أعمال التهريب الخاصة بهم. وبمرور الوقت أنشأت عصابة أمريكا الجنوبية طرق تهريب عبر شمال إفريقيا لتصديرها إلى أوروبا. وبسبب موقع المغرب الجغرافي الاستراتيجي المهم الواصل بين إفريقيا وأوروبا، نشطت التعاملات بين المافيا المغربية وعصابات أمريكا الجنوبية، وأصبحت أوروبا وموانئها مركزاً جغرافياً لاستيراد الممنوعات. حالياً حوالي 80% من إجمالي الحشيش الذي يتم استهلاكه في أوروبا يأتي من منطقة الريف الجبلية شمال المغرب. وتهيمن المافيا المغربية في هولندا وبلجيكا على السوق الأوروبية. والآن إليكم أشهر منظمات المافيا المغربية الناشطة في أوروبا. منظمة تاغي. أسس هذه المنظمة رضوان تاغي، وهو هولندي من أصول مغربية، تخصص بتشكيل تحالفات وجماعات إجرامية، ويشتبه في أنه كان وراء تنسيق العديد من الاغتيالات والهجمات وعمليات الاختطاف. تقدر التقارير أن حوالي ثلث إجمالي التهريب الممنوعات في أوروبا تم من خلال منظمته. وفي 16 من ديسمبر 2019 نجحت السلطات المغربية بالتعاون مع الأوروبية بإلقاء القبض عليه، وهو مسجون حاليا في سجن شديد الحراسة، وهو المشتبه به الرئيس في محاكمة مارينغو الحالية التي تعتبر أكبر محاكمة جنائية في التاريخ الهولندي، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. منظمة بوياخرشان. قاد هذه المنظمة سمير بوياخرشان، المعروف أيضا باسم سكارفيس، وهو رجل أعمال ملياردير وتاجر ممنوعات. برز اسمه كأكثر الأشخاص تعاونا مع العصابات الكولومبية. تنافس بوياخرشان مع تنظيم رضوان تاغي، وانتهى هذا التنافس بمقتله عام 2014. ومن الأعضاء البارزين الآخرين في منظمة بوياخرشان هي نعيمة جلال التي حملت لقب العمة، وعرفت بكونها أكبر تاجرة ممنوعات داخل ماكرومافيا. وهناك أيضا منظمات الكعبوني والخلاطات والبلوطي، ومنظمة آيت سوسان التي يتزعمها الحسين آيت سوسان، والذي امتلك نادي كرة قدم هولندي، إضافة إلى عشيرة السلحفاة التي تنشط في أنتويرب البلجيكية، وعشيرة نوفل التي أسسها نوفل فصيح وتعاون مع منظمة التاغي والمافيا الأيرلندية، وهو متورط باغتيال سمير بوياخرشان. الجريمة الأوروبية المنظمة. الجريمة المنظمة واحدة من أكبر التهديدات للاقتصاد الأوروبي. ففي عام 2019 بلغت الإيرادات الإجرامية ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 139 مليار يورو. أهم الأنشطة الإجرامية في أوروبا هي الإتجار بالممنوعات والجرائم الإلكترونية والاحتيال في الضرائب وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر. في فنلندا يمكن إرجاع الجريمة المنظمة إلى عشرينيات القرن العشرين، لكن تأثيرها لم يظهر إلا بعد وقت طويل. أشهرها عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون OMGS التي دخلت فنلندا في التسعينيات وتوسعت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في عام 2013 تم تحديد 60 فرعاً للمنظمة يضم أكثر من 1000 عضو. تميل العصابات الفردية إلى التخصص في بعض الأنشطة الإجرامية. في المقام الأول عقود العنف والابتزاز وجمع القروض العنيفة وغسل الأموال. تقدر أرباح هذه العصابات بما يصل إلى 340 مليون دولار سنوياً. وانتقالاً إلى فرنسا التي تمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً في وسط أوروبا، جعل منها دولة عبور مثالية لحركة الممنوعات غير المشروعة من شمال إفريقيا وإسبانيا المجاورة إلى شمال أوروبا. تقدر عائدات تهريب الممنوعات ككل في فرنسا بما يصل إلى 5 مليارات و400 مليون دولار سنوياً.
وترتكبها مجموعة الجريمة المنظمة الإفريقية والألبانية والهولندية والفرنسية. كما تعد البلاد رائدة في تجارة السلع المقلدة من الملابس إلى الأغذية وتجارة التبغ غير المشروعة. وتوجد الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة في شمال إفريقيا فيما يسمى الضواحي الصعبة للمدن الفرنسية الكبرى، وتسهل بشكل رئيس تجارة الممنوعات. في المجمل تصل الإيرادات في الأسواق غير المشروعة في فرنسا إلى ما يصل إلى 23 مليار يورو. تستخدم أيضاً أيرلندا كدولة عبور استراتيجية لتهريب الممنوعات إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. تصل إليها شحنات بحرية من المغرب للتوزيع من قبل العصابات الأيرلندية. وتقدر إيرادات التجارة غير المشروعة في أيرلندا بحوالي 2.5 مليار دولار سنوياً. كما تعتبر إيطاليا أيضاً من أكبر الأسواق غير المشروعة في العالم. تقدر إيرادات هذه العصابات الناشطة في إيطاليا بنحو 60 مليار دولار سنوياً. وتقدر قيمة الأسواق غير المشروعة في هولندا بنحو 13 مليار دولار. وفي إسبانيا ينخفض الرقم قليلاً ليكون عند 12 مليار و400 مليون دولار، ليعود ويرتفع في المملكة المتحدة إلى نحو 37 مليار دولار. تحصل عليها العصابات والمافيا من عمليات الاحتيال الضريبي وتهريب الممنوعات وغيرها من الجرائم. مبالغ فلكية تحصل عليها العصابات الناشطة في القارة العجوز، والتي ترتبط بشكل أو بآخر بالمافيا المغربية أو العشائر العربية. فهل يتطور نشاط هذه العصابات؟ أم أن أوروبا قادرة على التعامل مع هذا التهديد؟ شاركنا رأيك في التعليقات.